مساكم فللي، مساء الأناقة والجمال والنظارة. مسي عليكم من وين؟ من كلينيك ناين. عندهم عروض قوية راح تستمر إلى نهاية شهر نوفمبر. نشوفها سوا. عروض نوفمبر، يا سلام، نوفمبر البنفسج، كل ما تزيد خصمك يزيد. كيف الفكرة هذه يا جماعة؟ مرة عجبتني. لما تاخذون جلسة راح يكون عليها 30%، تاخذون جلستين راح تكون الخصم 40%، ثلاث جلسات 50%. طيب لو جبت معي شخص ثاني، اي نعم، يعتبر جلستين راح تاخذ 40%، ثلاثة اشخاص راح تاخذون خصم 50%. مرة عجبتني الفكرة. يلا خلينا نبدأ بقسم الليزر، إزالة الشعر. عاملين عليه عرض مرة قوي، الجلسة للسيدات ب 320، ولما تاخذين ثلاث جلسات يطلع ب 870، وحتى الرجال بعد عندهم عروض مرة قوية. خليكم جاهزين، راح أحط لكم الآن صور نعملوا لها كابتشر. طبعا يا جماعة، من الخدمات الجديدة اللي موجودة عند كلينيك ناين الجهاز هذا حق تكثيف الشعر. طبعا هذا للرجال والسيدات. دكتورة تعطيني فكرة عن هذا؟ ده جهاز اللي هو الخلايا المدارية او الريجينيرا، دوت لإنبات الشعر في حالات الصلع الوراثي. ممتاز جدا. التقنية عن طريق اخذ ثلاث عينات او خزعات من الجلد ورا الاذن، بعدين بنفصلها في الجهاز، بتتحول الى سائل سولوشن وبنحقنه في الفروة. النتيجة بتبان في خلال من 3 إلى 6 شهور ونتائجه رائعة. يا سلام. طبعا هذا قبل وبعد. طيب كم التكلفة؟ حين أقول لكم في السناب القادمة. سعر الخدمة ب 8000 ريال، والآن عاملين عرض 30% يطلع ب 5600 ريال. طيب لو جيت أنت وزوجتك، أنت وصديقك، راح يصير الخصم 40%، ثلاثة أشخاص راح يوصل الخصم إلين 50%. بحط لكم الآن البوست، اعملوا له كابتشر. الجهاز هذا يا جماعة حق الندوب، حق تقشير الوجه، حق التصبغات. دكتورة تعطيني عنه فكرة. هذا جهاز فراكشنال فوتونا، ده فراكشنال اربيان، ده نوع يعني احسن من الفراكشنال سي او 2 لانه اخف، ما بيعملش تصبغات، ملوش سايد افكت، مفيد جدا لتقشير البشره، لعلاج التصبغات، مفيد جدا لعلاج الندوب اللي هي بعد حب الشباب او الندوب الجراحيه، تضييق المسام، من الاجهزه صراحه الممتازه. بحط لكم الان العروض اللي نازله عليه، اعملوا لها كابتشر. هذا الجهاز خاص في نظارة البشرة، نظارة بشرة المشاهير. هذا الحلو فيه الجهاز يعطي نتائج فورية. هذا القسم اللي تشوفونه يا جماعة خاص في التخسيس، ويستخدمون أحدث التقنيات، وعاملين عروض مرة قوية. هم بحط لكم الآن البوست، اعملوا له كابتشر. ومن الأقسام الكبيرة والمميزة عندهم قسم الأسنان. خلينا نشوف وش العروض القوية اللي منزلينها. العروض على خدمات كثيرة. خلينا ناخذ زراعة الأسنان. زراعة الأسنان عاملين عليها عرض 30%، كانت عندهم السن الواحد ب 4000 ريال، الآن ب 2800 ريال. طيب لو زرعنا سنين يطلع الخصم 40%، يعني يطلع السن الواحد ب 2400، ثلاثة أسنان راح يكون السن الواحد ب 2000 ريال فقط. ونختم تغطيتنا بالقسم الطبي، وعندهم عروض ايضا مره قويه. بحط لكم الان البوستات، اعملوا لها كابتشر. من مختبر، من كشفيات، كلها عليها عروض قويه. بصراحه عروضهم مال شهر نوفمبر مره قويه. هذا موقع كلينيك ناين، موجود بالدمام شارع الخليج مقابل الدانوب مباشره.